السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكة من قناة كباكة تي في. ياسر جلال مسلسل الفتوة، ياسر جلال في مسلسل الفتوة. طبعا الفتوة أنا كمان صحيح. أوبا أوبا، مفيش فتوة أحسن من فتوة. لا وأنا فتوة إيه يا حمادي، دي بيبقى شايلها، بيبقى في مسامير هنا. لا ولكن بعيدا عن الفتوة اللي أنا في الفتوة اللي أنا فيها، ولا فتوة البيت ده وفتوة العمارة دي، مش مفيش حد فيها ساكن غيرنا يعني، طبعا مع احترامنا لمحمد عبد الحليم صديقي الصدوق. ولكن خلينا في موضوعنا. ياسر جلال في مسلسل الفتوة عامل شغل عالي 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 أوي. مسلسل حلو، حاجة جديدة بالنسبة لنا مسلسل الفتوة والحاجات الفتوات ديت، وكمان مصور مصر في زمن فات في الثمانينات 1800. لا مش في الثمانينات، في 1800 مش 1700، 1800. وي والجمالية بقى و. لا لا مسلسل حلو، أنصح بمشاهدته، بمشاهدته إنك تشوفه، أنصح إن أنت تشوفه. هو بس صلاح حسني ولا علاء محسن دوت، ولا اللي هو كان لعيب كورة دوت، اوفر في التمثيل شوية. البت اللي هي اخ مرات محمد سامي دي، بس عادي يعني ان انت تتفرج على فيلم او مسلسل، اكيد مش كل اللي فيه هتكون بتحبهم يعني او من جمهور، ولكن المسلسل جميل جدا، رائع رائع. ياسر جلال كالعادة مبدع، شابوه 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 يوسف الشريف، فعلا شابوه يوسف الشريف. يلا متنساش تسيب لنا لايك شير سبسكرايب. سلام.